ونعم يا كايدو نعم، بس فهمت عليك. بس ليش؟ شو اللي ليش؟ رجال بيعطينا 300,000 ونطلع. ايوه عارف، بس ليش؟ ايش مصلحتك؟ يا اخي وش عليكم المصلحتين انت وياه؟ فكروا بمصلحتكم. يعني بتطلعون من ذا المكان ومعكم 300,000 حلال زلا. بالله ما هي حلوه. موضوع التعديات مثل ما قلت لكم، انا اتفاهم مع صاحب الارض. ها وش قلتوا يا اخوان؟ موافقين؟